يحاول نعمان أحمد البحث عن أدوات احتياطية زهيدة الثمن لتصليح سيارته حتى لو كانت مستخدمة أو من مناشئ رديئة، فارتفاع أسعار الأدوات الاحتياطية المستوردة المرتبطة بسعر صرف الدولار تسبب بغلاء فاحش في الأسواق. الادوات الاحتياطيه بالصناعه اللي موجوده حاليا، تشتري الشغله اللي كانت ب 5000 صارت ب 7000 8000 دينار، او تشتري شغله اللي كانت سعرها مناسب هسه صار سعر الناس ما تقدر تشتري هذا الشيء من وراء الدولار، الدولار متقلب. ارتفاع الأسعار وارتباط جميع السلع المستوردة بالدولار وعدم وجود تسعيرة أو نظام وكالات رسمي معتمد تسبب بركود اقتصادي كبير وشلل في الحركة التجارية. يجينا ثلاث أيام ما نستفتح، احتمال يومي الله باعث الرزق، بس عامة الوقوف عام، يعني الوكلاء الرئيسيين مبيعاتهم صفر، ما السيارات تفليش، سيارات تسقيط، هذا اللي يريد المواطن يمشي أمره بها. هذه هي المدينة الصناعية في الموصل خالية على غير عادتها، فالتدهور المتواصل للدينار أمام الدولار أثر بشكل واضح على ذوي الدخل المحدود، حتى تسبب بعجز بعضهم عن تصليح سيارته، لينعكس ذلك بشكل أكبر في العاملين هنا. كان قبل تيجي علينا مثلا نبيع له حساس أو نبيع له بشوكة شغلي نص القيمة، هسه لازم القيمة في اثنين، إذا أبو المحل يفتح من الصبح ما تجي له السيارة سيارتين عشان يشتغل. العامل قاعد. ماكو حركة بسعر الدولار، الدولار كان 120 هسه 162 165. بعد يوم لازم نعزل. تقلبات سعر الصرف والعجز عن ضبط إيقاعها تسبب بشلل شبه تام في الأسواق، ألقى بظلاله على المواطنين والفقراء منهم خاصة، فيما يترقب الجميع إجراءات فاعلة لإيقاف هذه الأزمة. من الموصل محمد سالم، يو تي في.